السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمكم الله جميعا، وأعتذر إليكم على التأخير لأني لسه واصل تو من مشوار كان ضروري بعد العشاء أو قبل العشاء مباشرة. أهلا وسهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، وأعتذر عن تأخيري وتقبلوا مني هذا العذر لأنه خارج إرادتي والله أعلم. يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب، حتى نستفيد من الوقت المتبقي، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق في موازين أعمالنا جميعا، وأن يبارك في الحاضرين، وأن يشكر جهود القائمين على هذا الموقع المبارك، وأن ينفعنا بهذه الدقائق، اللهم آمين. طيب، خلينا نبدأ نكمل الموضوع اللي توقفنا فيه المرة السابقة. كنا بنتكلم في أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكرنا أن لها للنون الساكنة وللتنوين أربع أحكام: الحكم الأول هو الإظهار، وقلنا إنه عند ستة أحرف تسمى أحرف الحلق، ولذا يسمى الإظهار عندها إظهار حلقي، وهذه الأحرف كما ذكرها الزملاء والحضور الكرام: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني ما عليهمش نقط، ثم غين خاء. الحروف اللي ما عليهاش نقط في اللغة العربية والحروف اللي لها نظير وعليها نقط بيسموا اللي ما عليهاش نقط حروف مهملة، واللي يسموا عليها نقط حروف منقوطة أو حروف أعجمية. طيب، فهذه الأحرف الست ذكر بعض الزملاء أيضا أنها الأحرف الأولى من كلمات الجملة الجميلة التي يقولون فيها: أخي هاك علم حازه غير خاسر. أخي هاك علم حازه غير خاسر، هذه الكلمات الست تبدأ بحروف الحلق الست، يعني مخرجها من الحلق، وهي التي تظهر عندها النون. وحكمة ظهور النون عند هذه الأحرف والتنوين هو تباعد المخرج، النون بتخرج من طرف اللسان وهذه من أحرف الحلق، فين وفين مخارج بعيدة عن بعضها، عشان كده ما فيش حاجة تخلي بينهم التصاق أو إضغام أو إخفاء أو ما إلى ذلك. الحكم الثاني، الصوت واضح ولا لو الصوت مش واضح حد يكتب لنا بس اثنين؟ طيب ماشي. الحكم الثاني هو الإدغام، والإدغام عند ستة أحرف أيضا، الإدغام عند ستة أحرف أيضا. الصوت بيقطع، والله نشوف نعلي الصوت شوية يمكن يضبط. وهي المجموعة في قولهم يرملون، فعلا زي ما الحضور المتجاوبين معنا ما شاء الله، أحرف يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون. لكن الإدغام عند هذه الأحرف ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة أربعة أحرف، وهي مجموعة في قولهم ينمو، والإدغام بغير غنة حرفان وهي مجموعة في قولهم رلا، الراء واللام بالضبط كده. نعم، يبقى إذن عند النطق بالنون والتنوين الساكنتين عند الراء واللام لا تحدث الغنة، إنما تضغم فقط، والإدغام ذهاب الحرف وذهاب صفته، وعشان كده سموه إدغام كامل. عند الراء واللام إدغام كامل، إنما عند الياء والنون والميم والواو إدغام ناقص، ولكن فيه إدغام ناقص بغنة وإدغام ناقص، أو إدغام بغنة كامل وإدغام بغنة ناقص.
عند النون والميم ناقص، وعند الياء والواو كامل. طيب القسم الثالث هو الإقلاب، والإقلاب قلنا عند حرف واحد وهو حرف الباء، عند حرف الباء تقلب. ايه اللي بيقلب؟ تقلب النون والتنوين ميم بغنة مع الإخفاء. ماشي، عرفت الفروق بين الايه، بين الادغام والاقلاب. يجي الحكم، قلنا دلوقتي دولت خمس ستة احرف اظهار وستة احرف ادغام، يبقى 12، وحرف اقلاب يبقى 13. بقى من حروف او بقي من حروف الهجاء 28، اي 15 حرف، وهي التي ياتي عندها الحكم الرابع وهو الاخفاء. وقالوا في قصيدة الإمام الجمزوري رحمة الله عليه، هذه الأحرف مجموعة في قول أو في بيت من الشعر، وهو صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بالضبط كده، الأحرف الخمسة عشر من هذه الكلمات الخمسة عشر، الأحرف الخمسة عشر التي تبدأ بها الكلمات هذه هي أحرف الإخفاء. وعشان إيه نختصر الوقت، احنا ضربنا الأمثلة في الثلاثة اللي فاتوا، لكن هذا الإخفاء ما توقفنا عنده، ونبدأ نكمل الإيه موضوع الأمثلة، ونشوف البرنامج اللي معنا اللي فيه تطبيقات على هذه الأحكام، ونبدأ بحكم أو ننهي بحكم الإخفاء. طيب، طيب نعمل الشير ونشوف البرنامج. طيب واضح الحكم قدامنا دلوقتي؟ بالضبط، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فعلا كلام كلام الأئمة القدامى رحمة الله عليهم، يعني ما كانش بس بيختاروا حاجة رموز كده يقضوا بيها الغرض، لا ده كانوا بيختاروا الرموز، وهذه الرموز لها معاني جليلة، لها معاني جليلة. كل أبيات الشعر لأئمة القرآن وأئمة التجويد وأئمة القراءات تجد لها معاني، معاني عظيمة، ويعني تؤدي المعنى وتوضح جملة من الأخلاق والفضائل وما إلى ذلك. يعني لو شفت القصيدة مؤلفة من 1173 بيت التي ألفها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو من شاطبة من الأندلس في علم القراءات السبع، تجد يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الرجل كان كفيفا وكان يؤلف هذه الأبيات بصفاء ونقاء، ومن حسن الإخلاص ومن جمال الإخلاص عند هؤلاء الأئمة أن يظل العلم بتاعهم لا يندثر، العلم بتاعهم سبحان الله ما بيدوبش وما بيقدمش، لا تجد الأجيال تتوارثوا عشان يظل الأجر ليهم ما دامت السماوات والأرض. وده الحادث، يعني شوف ميت من سنة اللهم صل على سيدنا محمد، يمكن على ما أذكر 500 وكذا، 590 يعني ده هجرية،
فأكثر من 900 سنة، ولا زال القلم يجري عليه ما شاء الله بالحسنات بما حفظ كتاب الله عز وجل. يعني القصيدة الشاطبي والإمام الشاطبي يقولوا يعني هي 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 إمام في رواية حفص التي نحفظ بها القرآن ونقرأ بها القرآن حاليا، وده بركة العلم. فده تعليق على الزميل اللي قال إن جملة سهلة وحلوة في الإيه في الحفظ يعني. طيب الشير واضح بتاع الشاشة. طيب واضح الحكم الإخفاء قدامنا صح؟ الزملاء بس يعرفوني واضح ولا الدعم الفني بيقول واضح. الزملاء واضح الشير عندكم؟ الزملاء الشير واضح؟ طيب ما حدش قال غير الدعم الفني، اذا يبقى في زملاء بيقولوا لا وزملاء بيقولوا واضح. طيب لا وواضح مش عارف. طيب اللي مش واضح عندي يبقى كده، اللي مش واضح عندي يعمل ريفريش للصفحة وان شاء الله يوضح. لازم يبقى واضح على ايوه يعمل ريفريش، لا لان لازم يبقى الصفحة قدامك عشان نقدر نتواصل معها. فالاخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق باللون الساكنة او التنوين على صفة بين الإظهار والإضغام، وده السبب إن الإمام قدم الإظهار والإضغام على الإيه؟ على الإخفاء، لأن هيرجع لازم عشان يقول هي صفة بين الإظهار والإضغام يعرفك الإظهار ويذكر حروفه، يعرف الإضغام ويظهر ويذكر حروفه، مع مراعاة بقاء الغنة في الحرف المخفى وحروفه 15 زي ما قلنا. وهذا البيت اللي ذكره الإمام الجمزوي رحمة الله عليه. طيب أداء الإخفاء إزاي تنطق الإخفاء دوات؟ يعني منكم، منكم، أن كنتم، أن قالوا، من قال، من قال، منكم، ماشي؟ دي من حروف الإخفاء القاف والكاف. طيب بيقول عند إخفاء النون الساكنة أو التنوين يتحول مخرج النون من طرف اللسان، ماشي، النون قلنا بتخرج من طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا إلى قرب مخرج حرف الإخفاء اللي هو الكاف مثلا، بدل ما أقول منكم لا، ولا منكم لا، منكم، فالنون راحت فين؟ سابت مخرجها وراحت قريب من مخرج الإيه؟ الكاف. أي أن القارئ يجعل طرف لسانه مبتعدا قليلا عن لثة الأسنان العليا، كما يراعي أيضا مد الغنة بمقدار حركتين، لن تزود الغنة أكثر من كده ولن تتنقصها فتصير القراءة فيها خلل. فما تقولش منكم ولا تقول منكم لا، يعني حبك في التغني بالقرآن ما يخليكش تمد الغنة أكثر من اللازم، ولا السرعة تخليك تخل بيها أقل من حركتين. يراعى أنها تمد حركتين، ويراعى تفخيمها إذا كان حرف الإخفاء مفخم نحو إنه كان منصورا، وإحنا قلنا الغنة تتبع إيه؟ تتبع ما بعدها بعكس الألف اللي تتبع ما قبلها. وترقيقها إذا كان الإخفاء مرققا، إن لدينا أنكالا وجحيما. هذا ويجب الاحتراز من تحويل الغنة إلى حرف مد كنطق كلمة كنتم، تقول كون، لا ما حدش بيقول كده، بس يعني تنبيه، قد تجتمع نون السكنة مع حرف الإخفاء في كلمة واحدة وقد يكونان في كلمتين مختلفتين. وأما عاد فأهلكوا، فخلينا نذكر بقى الأمثلة. الشيخ مظللها بالأحمر أو ملونها بالأحمر عند الإيه؟ النون والتنوين عند حروف الإخفاء. فخلينا المثال الأول، إنه كان منصورا، هذه الغنة بتتبع ما بعدها، الصاد خلت الغنة فخمة. طيب إن لدينا أنكالا وجحيما. طيب نيجي بقى للأمثلة بتاعتنا بقى على الإيه. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. شوف الغنة مفخمة مرققة فين؟ مرققة عند الفاء الشير. خلينا نشوف الزملاء،
الشير فصل؟ لا الشير عندي شغال، ممكن الشير شغال. دائما الفن يقول لك الشير شغال يا استاذ وحيد، استاذ وليد. طيب يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى كل الآية دي الإخفاءات اللي فيها دلوقتي كلها إخفاءات مرققة، لأنها عند حروف مش حروف خص ضغط كده. طيب خلينا نشوف المثال اللي بعد كده. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. شوف ثلاث إخفاءات، الإنسان ودي في كلمة واحدة، النون والحرف المخفى في كلمة واحدة، رحمة ثم تنوين وبعد حروف حرف الثاء اللي هي من ايه، من كلمة ذا ثنى، صيف ذا ثنى. طب والنون من كلمة نما، والكاف كم. ماشي، كل الاخفاءات اللي هنا اخفاءات ايه، مرققة. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لاحظ الشيخ هو عند الإخفاء والغنى عند الحرف الايه، عند حرف الزاي والزاي والظاء، ده مرقق وده مفخم. أنزل ينظرون، شوف المثال السابع ينطقون، خلينا نشوف هيقول ينطقون ازاي. هذا يوم لا ينطقون. شوف لا ينطقون، ينطقون. طيب فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. كل الاخفاءات بتاع الغنى هنا مرققه. شوف الايه اللي جايه بقى، كل الاخفاءات فيها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب كلها إخفاءات. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بين المفخم والمرقق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب عند التاء وعند الفاء وعند الفاء وعند الشين وعند الفاء كله ايه، هذه حروف ليست حروف استعلاء، مش من حروف خص صلاة القضاء، انما من حروف استفال، والاستفال عكس الاستعلاء. طيب الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب كلها هنا ضعف الضاد والقاف والضاد من حروف خص ضغط وكذا، يبقى الغنة عندها مفخمة. طيب في المصحف بقى ازاي بيحصل الاخفاء في المصحف؟ يرى في ضبط المصاحف تعارية الحرف المخفى من علامة السكون بالنسبة للنون الساكنة وتتابع الحركتين بالنسبة للتنوين، واحنا هنشوفه في المصحف الايه المجود بعد شوية. يعني النون ما تلاقيش عليها حرف، زي ايه؟ زي الادغام بالظبط، ما تلاقيش على النون اي حاجة. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان الادغام كان الحرف اللي بعده يبقى مشدد، لكن في دي الحرف ما يبقاش مشدد. شفت الضاد لسه قدامنا اهي، ضعف الضاد عليها فتحه والنون ما عليهاش حاجه، ضعفين التنوين بقى، الحركتين راكبين على بعض قد بعض بالظبط، الحركتين يبقى ايه
في الإظهار قد بعض، لكن في الإخفاء الحركتين دول المفروض إن هم بيفصلوا عن بعض، بيتتابعوا، في تتابع. الشكل اللي احنا شايفينه في قدامنا ده يعني مش مظبوطه، لان ده شكل الاظهار، انما شكل الاخفاء والادغام في التنوين بيبقى الحركتين متتابعين، يعني واحده اول واحده سابقه واحده. معايا؟ طيب خلينا نشوف بقى الايه الملخص الاخير في موضوع الايه النون الساكنه والتنوين، عشان نفتح المصحف ونشوف ازاي ملخص. اهو الاقلاب، هو طبعا الاظهار، احكام النون الساكنه والتنوين، الاظهار والادغام والاقلاب والاخفاء. طيب الاظهار عند الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ودي الأمثلة اللي موجودة قدامنا دي، وينأون ومن أعرض وجنات ألفافا. طيب الإدغام في مجموعة في يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، في منه بغنة اللي هو ينمو، وفيه بغير غنة اللي هو رلا، يعني ما تهتمش موضوع ناقص والكامل، خلاص ده بغنة وده بغير غنة. طيب الإخفاء الإقلاب عند حرف الباء، من بني أنبتت بصير بالعباد، الإخفاء عند الحروف، لأن صف ذا ثنى كم جاد، شخص قد سما دم طيبا، زد في تقم ضع ظالما. هذه الإيه، وخلينا نقول برضو إيه الأمثلة تاني عشان هذا المثال الأول. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب فمن يكفر، ما هذا الحكم؟ عايز بقى الزملاء يكتبوا في الشير، عايز اشوف الناس الموضوع استوعبوه ولا لا. ايوه فمن يكفر ادغام بالضبط. طيب واللي بعدها ويؤمن بالله، لازم اشوف النون ساكنه اتى بعدها الباء، وبالضبط كده، والباء من حروف الاقلاب، او هو حرف الاقلاب الوحيد. فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام، لا انفصام، عايزين حد يقولها، لا انفصام، تقول نون ساكنة أتى بعدها الفاء، والفاء من حروف الإخفاء بالضبط كده. نعم. طيب والله سميع عليم، سميع عليم. طيب ما الحكم؟ سميع عليم إظهار بالضبط. نعم. طيب هو شرح عندنا هو بقى، خلينا نرجع. فمن يكفر ادغام النون الساكنه في يكفر ادغام ناقص بغنه، ادغام ناقص بغنه. طيب ويؤمن بالله اقلاب، لا انفصام الاخفاء، نون ساكنه، سميع عليم اظهار بالضبط. طيب يقول استمع الى التلاوه مع الانتباه الى موضع النون الساكنه التي نقوم بتسجيل. طيب خلينا نسمع الآية دي بقى ونسأل مع بعض. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب عايزين نطلع أحكام النون الساكنة والتنوين في الآيتين دول. يعني عايزين نقول بقى فمن يعمل ادغام ايه؟ ادغام ناقص بغنة، ادغام ناقص بغنة.
طيب مثقال ذرة خيرا، ذرة خيرا، تنوين أتى بعده الخاء والخاء من حروف الإظهار بالضبط كده، خيرا يرى. خيرا يرى، لا فين الإظهار بقى؟ خيرا يرى، لا مش تفخيم، خيرا بالضبط كده، إضغام، إضغام إيه؟ نقول إضغام، إضغام كامل بغنة بالضبط، إضغام كامل بغنة. ومن يعمل، ومن يعمل نفس القصة، إضغام بغنة، مثقال ذرة شرة، ذرة شرة، ذرة خيرة إظهار، طب ذرة شرة. ذرة شرة، لا أيوة إخفاء بالضبط، زميل إخفاء صح. شرا يرى، شرا يرى، شرا يرى، إدغام كامل بغنة، إدغام كامل بغنة بالضبط، نعم، لا إدغام كامل بغنة. طيب عايزين نشوف الآية اللي بعد كده بقى، جزاؤهم عند ربهم، وخلينا نسمعها. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. عايزين بقى الزملاء يمشوا مع الآية دي كلمة كلمة، جزاؤهم عند، عند، خلاص أنا هذكر الكلمة وأنتم تذكروا لي حكم فيها، أنا أقول الكلمة أو الكلمتين وأنت تقول أهو، عند إخفاء حقيقي بالضبط، نعم الله يفتح عليك، إخفاء حقيقي، النون أتى بعدها الدال، والدال من حروف الإخفاء الـ15، عند ربهم جنات عدن تجري، عدن تجري، عدن تجري، برضو إخفاء، تجري من تحتها، من تحتها، إخفاء بالضبط كده، تجري من تحتها الأنهار، 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 أيوة، كلمة الأنهار فيها حاجة ولا ما فيهاش؟ إظهار بالضبط، نعم الإظهار أتى بعدها الهاء، الأنهار خالدين فيها أبدا رضيا، أبدا رضيا، أبدا رضيا، إدغام بإيه؟ أو إدغام كامل بإيه؟ بغير غنة بالضبط كده، أبدا رضيا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، عنهم وعنه، الكلمتين دول فيهم نون ساكنة وأتى بعدها هاء، فيبقى إيه؟ الحكم إظهار، إظهار النون، وهتلاقي النون عليها سكون في الكلمتين، ذلك لمن خشي، لمن خشي، أيوه، لمن خشي، أيوه إظهار، نون ساكنة أتى بعدها الخاء اللي هي حازه غير خاسري. طيب المثال اللي بعد كده، وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون، ينهون إظهار، وينأون،
وينأون، ينهون إظهار وينأون إظهار، عن، وهم ينهون عن وينأون عنه، كل الأربع كلمات فيهم إظهار. وإن يهلكون، وإن يهلكون، إدغام بغنة، نعم. أنفسهم، 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 أيوة بالضبط يا إخفاء، ربنا يفتح عليكم يا رب، فتح الله عليكم جميعا. طيب المثال اللي بعد كده، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اذكروا لي الكلمات بقى، يعني خلاص اذكروا الكلمة وقولوا لي مثلا الحكم بتاعها كذا. ولم تكن له، يلا تكن له، ينصرونه، تكن له ادغام بغير غنة، بالضبط، نعم بالضبط، ادغام بغير غنة، تكن له، ولم تكن له، ادغام بغير غنة، العين دي من حروف رلة، النون ساكنة بعدها اللام من حروف رلة، يبقى ادغام بغير غنة. والاخت اللي قالت ينصرونه برضو ادغام، ينصرونه، ما ذكرتش ادغام ولا اخفاء، ولا ينصرونه اخفاء، بالضبط اخفاء، نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه، ينصرون، انت قلت تكن له وينصرونه، فيه بين الكلمتين بقى التنوين بقى، فئة ينصرونه، فئة ينصرونه، ايوه ماشي، من دون، ايوه نعم، من دون اخفاء. طيب فاضل تنوين، اهو عندي تنوين، فئة ينصرونه، ادغام بغنة، نعم بالضبط، فئة، يعني فئة بين الكلمتين ادغام بغنة، ينصرونه اخفاء، من دون، الزملاء قالوا اخفاء، نعم. طيب وما كان منتصرا، 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 بالضبط كده اخفاء، والاخفاء هنا مرقق عشان النون بعدها تاء، وخلي بالك ان التاء الصاد ما تاثرش عليها عشان الصاد من حروف المفخمه، فما تقلبش التاء تاء وتقول منتصر، لا منتاء، منتصرا، وحتى الصاد اقل درجات التفخيم عشان مكسوره. طيب المثال اللي بعد كده، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طيب أنا عايز أقول الكلمة دي فيها كام نون ساكنة وتنوين، ها الآية دي عايزين نشوف، أنا أعدهم معاكم وأشوف مين اللي هيقولهم صح. انا عديتهم، ما اعرفش الزمن عدوهم ولا، فيها كام نون ساكنة وتنوين، في زميلة قالت خمسة والتنوين ثلاثة. طيب انا عديتهم مع بعض، ما عدتش ده لوحده وده لوحده، بس هم مش خمسة ولا ثلاثة برضه. ارجع الصورة، طب ما الصورة شغالة، الشير شغال، طب ماشي. طيب ايوه بالضبط كده، نعم هم فعلا ستة، لا هم ستة، تعالوا نعدهم مع بعض، لا مش ثمانية، تعالوا نعدهم مع بعض، اللي هو في المثال السادس مش كده، فوجد عبدا، عبدا اريد تنوينهم، عبدا من عبادنا، بين الكلمتين برضه، من عبادنا
آتيناه رحمة، رحمة أدي الثالث، من عندنا الخامس، وعلمناه من لدنا علما، يبقى دول ايه ستة. فوجد عبدا من، عبدا من ما بين عبدا ومن ده ايه، ما بين عبدا ومن، عبدا من ادغام ايه، ادغام بغنة، عبدا من. طب من عبادنا اظهار، من عبادنا اظهار. آتيناه ده الثاني اهو، آتيناه رحمة من، رحمة من هذه ده ثاني ادغام بغنة، من عند، من عند ده بين الكلمتين، بين من وعند، وعندنا اظهار، عندنا ده اي الرابع اهو، عندنا اخفاء ماشي. وعلمناه من لدنا، من، من لدنا، شوف النون ما عليهاش حاجة خالص، يبقى ده ايه ادغام بغير غنة. ادي الست حاجات خلاص، الزملاء استوعبوهم كده، يبقى ستة ولا خمسة ولا ثمانية ولا ثلاثة، فيها كم، كم نون ساكنة وتنوين؟ ستة. ايوه اتضحت الصورة خلاص ها. طيب خلينا نشوف الايه المثال اللي بعد كده. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. كم فيها كم نون سكينة وتنوين؟ الصورة وضع الصورة هنا، الصورة هنا. أفمن وعد، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فاء كم نون ساكنة وتنوين؟ أيوة بالظبط كده، هي فعلا خمسة، والزميلة اللي قالت أربعة برضو صح. صح ليه بقى؟ لأن تعال نعيدهم مع بعض. أفموا، طيب أدي أول واحدة نون ساكنة بعدها الواو، يبقى ده إدغام بغنة. وعدناه وعدا حسنا، وعدا حسنا، أدي ده إيه إظهار، حسنا فهو إخفاء، لاقيه كمن متعناه، كمن متعناه إدغام بإيه، إدغام بغنة عند الميم. طب فين الخامس بقى؟ في كلمة الدنيا. احنا لو فاكرين قلنا حاجة على كلمة الدنيا وثلاث كلمات تانية معاها، حد فاكرهم؟ في ثلاث كلمات تاني تقريبا يعني مع كلمة الدنيا زيها في الحكم، صنوان ايوه، وقنوان، ودنيا ماشي، الدنيا كده ثلاثة، وايه وقنوان خلاص ماشي، قلنا الدنيا وبنيان بالضبط كده، دنيا وبنيان وصنوان وقنوان، الأربع كلمات دول إيه اللي حاصل فيهم؟ هذه فيهم نون ساكنة وبعد النون الساكنة ياء وواو، ياء في بنيان والدنيا، وواو في صنوان وقنوان أيوة. ولكن هذه مستثناة من أحكام النون الساكنة والتنوين اللي بيقع بعدها حروف الإدغام اللي هي الياء والواو، لأنها جاءت في كلمة واحدة، وإذا أضغمتها فإن بنية الكلمة ستتغير، ولا يصح أن تقول عن الدنيا دية ولا عن صنوان صوان، إذا أضغمتها هتصير كده، فإيه فتغير المعنى بالضبط، فيسموه إظهار مطلق، إظهار إيه مطلق بالضبط كده. نعم طيب كده اللي قالت خمسة صح، واللي قال إيه أربعة بنعتبره صح. طيب نيجي للمثال اللي بعد كده. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طيب الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون. فاكر انا بلم الشاشة على اساس اشوف كتابة الزملاء الاجابة بتاع السادة الحضور.
أربعة. ليه المرة دي زيادة يعني؟ فين الرابع؟ أي ولا اثنين؟ لا هم أربعة لا هم اثنين. أيوة بالضبط هم ثلاثة فعلا. تعالوا نقولهم كده، لو في كلمة اكتب الكلمة، لو في كلمتين اكتب الكلمتين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما من بعد. ماشي طيب ادي واحدة. السورة ما هي السورة؟ ماشي السورة. ينقضون، نعم ينقضون من بعد. ايوه باقي الكلمة الثالث او المثال الثالث او الموضع الثالث. ينقضون من بعد اي بالضبط كده. نعم اي صلاة. يبقى الحكم الاول ينقضون، ما الحكم؟ ينقضون اخفاء. ومعلش يقولوا له مرقق ولا مفخم عشان نراجع برضو المرقق والمفخم. اخفاء مفخم بالضبط. نعم من بعد ميثاق. ينقضون عهد الله من بعد من بعد بالضبط اقلاب. نعم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ان يوصل أن يوصل. طب خلينا ناخد المثال الأخير اللي هو رقم 13 عشان ننتقل للمصحف. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه صح ويسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أيوة هذا المثال فيه كم كلمة؟ إن كان من سكنة وتنوين. ما شاء الله الجماعة. طيب خلينا نعدهم، من لسه ما لحقتش أعدهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر اسمه ويسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. طيب أنا عديت أربعة، ما أعرفش الزميل اللي عديت خمسة، هل في خمسة ولا أربعة؟ نعدهم مع بعض. خمسة. طيب فين الكلمة الخامسة؟ نقول ومن أظلم نعدها. ماشي ومن أظلم هديدة ممن منع هديدة الثانية مساجد الله أن يذكر هديدة الثالث في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أنا شايف أربعة فيش خمسة. طيب خلينا نقول بقى ومن أظلم إظهار صح. ومن أظلم إظهار. طيب ممن منع ممن منع الحكم بالنون ساكنة بعدها ميم إدغام بغنى الظرف أن يذكر أن يذكر. إدغام بغنى أن يدخلوها أن يدخلوها إدغام بغنى. طيب ربنا يفتح عليكم جميعا. طيب كده خلصنا النون الساكنة. في حد عنده أي سؤال في النون الساكنة والتنوين أو التفخيم والترقيق؟ البابين اللي خلصناهم يعتبروا يعني بابين كبار في الله. الحمد لله رب العالمين. عشان المرة القادمة هناخد المد والقصر. ناخد المد والقصر دي تعتبر ربنا يبارك فيكم، دي تعتبر يعني الحاجات الأساسية في علم التجويد. يبقى خلصنا
النون الساكنة والتنوين، خلصنا التفخيم والتلخيص. قال أن الإدغام مستعلي يعني مفخم. لا، حروف الإدغام كلها ما فيش أي تفخيم فيها. حروف الإدغام كلها لو جيت نشوفها، الراء واللام ويرملونا، كل هذه ما فيهاش أي حروف الإخفاء. حروف الإخفاء فيها وفيها، ما هي الإخفاء كل حروف خص ضغط قض، دي كلها حروف إيه؟ حروف إخفاء. تعال نشوفها بعض. خص، لا، الخاء حرف إظهار. خص الصاد، خص ضغط الضاد، والغين إظهار، الغين إظهار، ما فيش غير الصاد. خص ضغط الطاء والقاف والظاء، يبقى أربع حروف منهم إخفاء وحرفين اللي هو الغين والخاء إظهار. أدي حروف إيه؟ حروف أربع حروف من حروف الإخفاء تفخم عندهم الغنة، وبقية الإخفاء اللي هم 11 حرف الباقيين، هم 15، ترقق عندهم الغنة. طيب خلينا نقرأ في المصحف العشر دقائق المتبقية. في مصحف تجويد أنا جبته لكم، هنظهر فيه الأحكام اللي أخذناها بتظهر إزاي، هنبين الأحكام بتظهر إزاي في الإيه؟ خلينا أقفل دوت. لحظة بس، أجيب المصحف اللي.